السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا بالله وباليوم الآخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون